يجب أن نعرف أن هذه الجائحة التي تلقب بجائحة السكري في العالم هي تضرب المجتمع العربي إجمالاً والمجتمع السعودي من ضمن هذا المجتمع العربي. يجب أن يعرف الجميع أن تكلفة علاج مرض السكري في السعودية هي تكلفة باهظة جداً، تبلغ 17 مليار ريال في السنة. هذه إحصاءات العام الماضي 2020.